موجز لأهم الأنباء من منصة دنيا، أهلا بكم. دعت الجزائر لإنهاء الاحتلال الصهيوني بشكل كامل من الأراضي الفلسطينية واللبنانية. جاء ذلك في جلسة طارئة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر والصين وروسيا حول الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعيات اغتيال إسماعيل هنية. وقال مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع أن المنطقة في لحظة خطر شديد وعلى حافة الكارثة، مؤكداً أن الهجوم الصهيوني اعتداء سافر وخبيث على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول. أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية العيدر بيغا على ندوة وطنية لصناع المحتوى والذاكرة، حيث تسعى الوزارة إلى ترقية التربية الرقمية ونشر المعرفة التاريخية وخلق فضاء لتلاقي صناع المحتوى لخدمة الذاكرة الوطنية وإشراك الفاعلين في صونها. سيشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في أعمال الاجتماع الوزاري 55 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وسيقوم خلال هذا الاجتماع الوزراء المسؤولون عن النفط بتقييم التنفيذ والامتثال لالتزامات خفض الإنتاج التي قررتها دول أوبك بلاس لشهري ماي وجوان 2024. في الرياضة، نجح السباح الجزائري جواد صيوت في افتكاك تأشيرة العبور إلى الدور النصف النهائي من الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس. وجاء تأهل صيوت بعد احتلاله للمركز السادس في السباق التصفوي 200 متر سباحة متنوعة. من جهتها، تأهلت الملاكمة إيمان خليف للربع النهائي بعد تفوقها على الإيطالية أنجيلا كارين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.